الحصه شحال هذه؟ الحصه هذه 2000 وهذاك المنطقه تاع شباب. في إطار التكفل يعني بانشغالات الأسرة الرياضية وخاصة شعبة كرة القدم على مستوى ولاية خنشلة، اليوم نحضر يعني مراسم إشراف السيد ولي الولاية على وضع حجر الأساس لعملية هامة جدا مسجلة ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية مقدرة بغلاف مالي حوالي 80 مليار سنتيم، وهي إعادة تهيئة وتكسية 15 ملعب بلدي يعني بالعشب الاصطناعي وبعض الترميمات على مستوى هذه الملاعب. العملية هذه يتمس 15 بلدية.